دلوقتي مع فقره الصحافه العالميه اللي هنتابع معاها وخلالها ما يدور في العالم من اخبار وكواليس. يلا وهنبتدي جولتنا الصحفيه العالميه المره دي من انجلترا. صحيفه ميرور اللي اهتمت جدا بخساره المنتخب الانجليزي من منتخب هولندا بنتيجه 3 أهداف لهدف في نصف نهائي دوري الامم الاوروبيه علشان يفشل مرة جديدة في الوصول لنهائي بطولة بعد فشله في الوصول لنهائي كأس العالم خلال الصيف الماضي. واتكلمت صحيفة عن فشل المنتخب وتحمل الضغط العالي من منتخب هولندا وعن الأخطاء الكارثية لبعض لاعبي وسط دفاع إنجلترا. نروح لصحيفة صن اللي كان اهتمامها الأكبر بصفقة انتقال إيدن هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد مقابل 88.5 مليون جنيه استرليني، وتصل إلى 130 مليون جنيه استرليني ببضع الزيادات والمكافآت والبنود الخاصة في عقد اللاعب مع النادي الملكي. وصحيفة الاندبندنت بتتكلم عن إمكانية ضم نادي مانشستر يونايتد لاعب البلجيكي جوري تيلمنز لاعب فريق موناكو اللي كان معاد لنادي ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وده في حال رحيل بول بوجبا من يونايتد إلى ريال مدريد خلال الصيف الجاري. ونطير لأسبانيا وصحيفة ماراكا اللي حطت على غلافها إيدن هازارد وكتبت له مرحبا وكلمت كتير عن تفاصيل عقده وكم البنود المالية المتغيرة. ماركا اتكلمت كمان عن شوية عن علاقات اللاعب بمدير الفني الجديد زين الدين زيدان. أما إس اتكلمت اهتمامها الأكبر كان بمباراة التنس الضخمة بين الأسباني رافائيل نادال والسويسري روجير فيدرر في نصف نهائي بطولة رولان جاروس للتنس، وكان عنوانها الرئيسي نزال الأبطال الخارقية. دي كان من جريدة إس. هنروح لي كاتالونيا وموندو ديبورتيفو اللي اتكلمت عن كابوس نيمار وإن اللاعب بيعيش أسوأ أيام وحياته في المرحلة دي بسبب قضية الاغتصاب المتهم فيها، إضافة إلى إصابته وابتعادته عن بطولة كوبا أمريكا اللي هتقام في بلاده. كمان تصريح المدير الفني بتاع باريس سان جيرمان توماس توخيل اللي أكد إن زهق من اللاعب وكثرة إصاباته ومشاكله. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا للاعب زي نيمار وفي حج نيمار. صحيفة سبورت الكاتالونية كانت الحديث الأهم عن محاولة برشلونة للتعاقد مع لاعب مهاجم، وأكدت إن برشلونة تواصل مع مانشستر يونايتد علشان يشوف موقف لاعب ماركوس ريشفورد، وأكدت إن الصحيفة إن الموضوع صعب جدا لكن العلاقات الطيبة بين الناديين قد يكون لها مفعول السحر مع راشفورد وانتقاله هناك. نروح لإيطاليا وصحيفة لاجازيتا ديل سبورت اللي أكدت دخول نادي إنتر ميلان الإيطالي في مفاوضات مع نادي ليل الفرنسي للتعاقد مع لاعبه بيبي، وإن النادي الإيطالي بعدما راقب اللاعب لمدة سنة تقريبا بدأ حاليا في المفاوضات الحقيقية لضم اللاعب من صفقة هتزيد عن 70 مليون يورو، خاصة في ظل وجود ليفربول ومان يونايتد على الخط في هذه الصفقة.